الاعتراف بدولة فلسطين الأرض مقابل السلام. الأرض مقابل السلام. وبالتالي لو جاءتنا إشارات في الجانب الإسرائيلي خلال الساعات والأيام الماضية بأنهم يستطيعون أو لديهم قناعة أو قبول بالمبادرة العربية مع إدخال بعض التعديلات. رد عادل جبير وزير الخارجية السعودي بالأمس وقال لا تعديلات، المبادرة مطروحة على الطاولة بكافة التفاصيل. اليوم أيضا رد نبيل العربي الأمين العام للجمعية العربية في رسالة صريحة وواضحة للجانب الإسرائيلي أنه لا تغيير في المبادرة العربية وأن هناك تأييد عربي لمبادرة الرئيس السيسي في الأيام الماضية. أرى أن هناك بالفعل حالة من التعاطف والاستجابة ربما يكون في قادم الأيام عبر كثير من الاتصالات والمساعد الدبلوماسية للتعاطف مع المبادرة المصرية في المقام الأول. طيب. مصر الآن تنتظر ما سيسفر عنه الجهد الفرنسي بعد الاجتماع الذي عقد بالأمس في باريس وحضره أكثر من 28 وزير خارجية وكثير من المجموعات العربية والإقليمية والدولية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكل أطراف الرباعية الدولية، لكنه يبدو حتى هذه اللحظة أنه لا يوجد أي نوع من التعاطف أو التأييد مع المبادرة الفرنسية. وأنا لا أخشى أن أقول أن هذه المبادرة لن تلقى استحسانا كثيرا، ربما يكون هناك عودة مرة ثانية للمبادرة العربية لا تروحت في قمة بيروت. وبالتالي أرى أن هناك، لكن يعني حتى لو لم يكن هناك استحسان فعلى الأقل هو تعاطي دولي مع استمرار استمرار الضغط على إسرائيل لحل القضية يعني على لكن في نهاية الأمر أعتقد أن المبادرة المصرية والطرح المصري سيلقى قبولا في لحظة ما ربما في قادم الأيام، لأن هناك إشارات من قبل إسرائيل في خلال الأيام والأسابيع الماضية أن لديهم رغبة في توسيع دائرات الحركة والتعاون مع مصر في المرحلة القادمة لإمكانية البحث والتفتيش عن مخارج لكثير من بعض المآزق التي واجهت عملية السلام منذ انتكست في إبريل عام 2014 بعد 23 جولة لجون كيري. وبالتالي أرى أن هناك كثير من النجاحات على المستوى العربي والدولي للسياسة الخارجية المصرية. طيب، كان في جزئية أخرى وكان في سؤال تاني متعلق بترسيم الحدود. طبعا احنا يعني كإعلاميين فاهمين ان هو كان بيحاول ان هو يلقي الضوء على قصة بعض الجهات التي سعت الى إصالة الرأي العام في مصر بالضبط محاولة للنائل فيران وسنافير، ولكن الرئيس اتكلم على حاجتين وبرضو الإعلام ما بيتناولش قوي قصة اتفاقيات ترسيم الحدود بيننا وبين اليونان رغم ان في جهد مصري كبير جدا أثناء الزيارات المتبادلة وفي تعاون بيننا وبين قبرص واليونان وفي اعلام مبادئ بيننا وبين قبرص واليونان. ردة فعل الرئيس او الاجابه اللي شرحها من ان احنا ضروري ان احنا نقوم بعمليه ترسيم حدود من كافه الجوانب. يبدو الرئيس لديه كثير من اللوم والعتب على بعض وسائل الاعلام وبعض الاشخاص وبعض الذين خرجوا لاحداث نوع من التهييج والاحتقان في الشارع المصري بعد الإعلان عن اتفاقية أو ترسيم الحدود بين القاهرة والمملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير في ضوء زيارة الخادم الحرمين الشريفين في 28 إبريل من هذا العام. وبالتالي أرى أن هذا الموضوع أخذ أكثر من حجمه وربما يكون هناك خطأ فيما يتعلق بطرح هذا المشروع أو المعالجة أو الرأي العام فيما يتعلق بأن الجميع فوجئ بأن هذا الأمر مطروح وتم توقيع الاتفاقية. كان هذا الأمر يحتاج إلى ترتيبات معينة ودرجة كبيرة من الحدود بالتمهيد وخطوات استباقية على مدار عدة أشهر حتى يكون رأي العام على بينة كاملة. لكن في نهاية الأمر ما حدث قد حدث، وبالتالي المسألة أصبحت الآن في ملعب البرلمان المصري. الدولة المصرية قررت أن تحتفظ بهاتان الجزيرتان من سنة من الثلاثينات أو الأربعينات نظرا لظروف الصراع العربي الإسرائيلي. انتهى الصراع العربي الإسرائيلي فيما يتعلق باسترداد الوديعة لدى السعوديين، وبالتالي أرى أن الرئيس السيسي لجأ إلى هذا الخيار في ضوء هيكلية الدولة الآن لترسيم كافة الحدود المصرية مع كثير من الدول. نجحنا مع اليونان في استعادة كثير من بعض ترسيم الحدود في المناطق البحرية وحصلنا على بترول وغاز، وأعتقد أن حقل ظهر أحد النتائج أو البواكير النجاح فيما يتعلق باستخراج كثير من الغاز من المناطق على الحدود اليونانية. وبالتالي هذا إنجاز كبير، لأن الرئيس قال عندما يتم ترسيم الحدود سنستطيع استغلال هذه الثروات فيما يتعلق ببترول ومعادن وما إلى ذلك، وسأصبح هناك يد طولة للدولة المصرية في استخراج هذه الثروات. وبالتالي أعتقد أن ما ينطبق على اليونان وقبرص ينطبق على المملكة العربية السعودية. كل المؤشرات وكل الدلائل بالخرائط وبالمراسلات الدبلوماسية والسياسية منذ الرئيس من جوام الملك حتى جمال عبد الناصر حتى مبارك في عام 90 تؤكد أن هذه هاتان الجزيرتان سعوريتان في المقام الأول. حتى الخارجية المصرية وأجهزة الأمن القومي قالت بعد متابعة وتدقيق وتمحيص وتشكيل لجان من قبل الرئيس هو يمكن عنصر المفاجأة زي ما حضرتك قلت يعني كان في برضو سوء زي ما حضرتك بتقول حرس ما حرس، لكن الكرة الآن في البرلمان. البرلمان سيكون هو الحاكم والفيصل، لأن هذا البرلمان
ستعرض عليه كافة الوثائق، سيتخذ القرار بعد نقاش معمق ومفصل للوصول إلى قناعة وقرار نهائي فيما يتعلق بالإبقاء على هاتين الجزيرتين أو عودتهم لأصحابهم الحقيقيين وهم المملكة العربية السعودية. وبالتالي أنا مطمئن أن البرلمان سيتعامل بشفافية كاملة وفق المعلومات المتاحة لديه طبعا والوثائق أيضا بالفعل. طيب أستاذ أشرف، حضرتك بتقول أنه الداخل كان أهم أو كان ليه أولوية بالفعل أكتر في هذا الحوار بالنسبة للرئيس من الخارج. رسائل الداخل إيه؟ يعني كلمنا عن رسالة الإعلام لأن دي مهمة طبعا بالنسبة لنا، اتكلمنا على الرسائل المتعلقة بتوضيح الصورة الخاصة بترسيم الحدود. في حواري الأول مع الدكتور مدحت الشريف اتكلمت على الفساد وكمان بعض الدول اللي بتحيك مؤامرات ضد مصر. ما هي الرسالة الواضحة لو قلت لحضرتك رسالة واحدة؟ رسالة واحدة أراد الرئيس أن يوجهها لشعبه، هو عليه بالعمل والصبر. أعتقد هذه كانت رسالة بالغة الأهمية. اطمئنوا، نحن الآن بالفعل خرجنا من هذا النفق الذي واجهته مصر على مدار السنوات الثلاثة الماضية وحتى في نهاية عهد مبارك في حالة من الانحدار والتراجع والخلل والانكفاء على الذات والانغلاق على الخارج. وبالتالي أراد المصريين أن يقول لهم، يقول المصريين، نحن الآن نضع الأقدام على الطريق الصحيح. يعني رسالة طمأنة، طمأنة في المقام الأول. تمام. وبالتالي هو طالب المصريين بالصبر والعمل، سواء حتى المصريين في الخارج استمرار دعمهم للدولة المصرية بالصبر، والمصريين في الداخل أيضا طالبهم وناشدهم بشكل مخلص أكثر من مرة في أكثر من زاوية من هذا الحوار، وقال وطلب المصريين بالصبر وبالعمل، العمل العمل، لأنه يرى أن استمرار وتيرة النجاح بنفس الأداء ونفس المنهجية ستؤدي إلى تحقيق مزيد من النجاحات فيما يتعلق بمشروعات كبرى قادمة ستلعب دورا كبيرا في تغيير معالم الصورة داخل الدولة المصرية. أنت في أقل من عامين استطعت أن تحقق ما فشلت وعجزت عنه في 50 عاما الماضية. تحدث بمنتهى الصراحة بدون مغاربة وبدون مجاملة. نحن الآن لأول مرة نستشعر في مصر أن هناك استعادة لسيادة القرار، استعادة لسيادة السلطة في مصر بشكل إيجابي. دولة تتعاطى مع كثير من بعض الحقوق وأيضا النجاحات في المسار الديمقراطي، ربما لمصر إلى مرحلة كاملة، لكننا وجدنا أو وضعنا الأقدام على بداية الأعتاب أو عتبة النجاح الحقيقي فيما يتعلق ببداية التحول الديمقراطي من خلال انتخاب رئيس جمهورية مباشر، من خلال أيضا إجراء انتخابات برلمانية. أصبح لدينا مجلس برلماني أو تشريعي يلعب دورا كبيرا في صياغة كثير من التشريعات التي تلعب دورا كبيرا في الأخذ بهذه القرارات وهذه التشريعات لفتح آفاق جديدة لمجالات الحياة في مصر على المستوى الاقتصادي والسياسي. وأعتقد أننا نلاحظ رغم أن هناك بالفعل نظرة إلى حد ما سوداوية عن أداء البرلمان وتعثره في الأشهر والأسابيع الأولى، أعتقد البرلمان الآن استعاد جزء من زمام المبادرة والنجاح فيما يتعلق بالتعاطي مع القرارات الخاصة بطلبات الأحاطة واستفسارات من الوزراء وبداية مناقشة كثير من بعض الاتفاقيات في المرحلة الحالية. وبالتالي أرى أن البرلمان يعني على الأقل بدأ بالفعل يلعب دورا كبيرا في إمكانيات أنه سيعدل كثيرا من مواقفه السابقة التي وجهت اللوم لأعضاء البرلمان. علينا نضع في الاعتبار أن كل هذه التغيرات داخل المجتمع المصري خلال عامين ربما يكون لديها كثير من المردود الإيجابي، وأعتقد أن المركز بصيرة لم يجذب، وهذا المركز على الأقل متفق على أن هناك بالفعل صراحة ووضوح وشفافية في كل قياسات الرأي العام التي يجريها. وكمان وضح هو كيف أجري هذا الاستطلاع والنسب بالضبط قد إيه. بالفعل 90% من المصريين يؤيدون قرارات الرئيس السيسي، وهناك حالة من العطافة الكاملة فيما يتعلق بمسار القيادة في مصر لأنها تسير نحو الأفضل وتوفير استحقاقات نجاح حتى مع الأفضل. يعني حتى لو وجود بعض السلبيات من هنا أو من هناك يعني مراجعات نقدية، هذا أمر يعني ليس عيبا. مزبوط. نحن في خلال عامين حققنا كثيرا. أعتقد نحن نتكلم عن الإطار العام للدولة، الإطار يعني العام للدولة هناك نجاحات، هناك بالفعل صورة متغيرة تماما، هناك كثير من الأمور الكاشفة التي تؤكد أنه تم بالفعل تحقيق إنجازات خلال عامين. نتمنى في العامين القادمين بعد جلسة الحساب التي سوف يلجأ إليها الرئيس في الساعات والأيام القادمة أن يطلعنا على كثير من الطموحات والأمال، وأن يكون لديه مفاجآت كثيرة ربما تلعب دورا كبيرا في إسعاد المصريين في المرحلة القادمة. الحساب هيكون في تفاصيل أكثر مما جاوب عليه. يعني أنا بشكرك في النهاية الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام وهو طبعا الكاتب الصحفي، شرفتنا يا فندم جدا. كل عام وحضرتك بخير. والشكر دائما موصول لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لحلقات القاهرة. تصبح على خير.